قام وزير الشباب والرياضة السيد علي خالدي بزيارة تفقدية إلى ولاية تيزي وزو، أين أشرف على تدشين قاعة متعددة الرياضات بذراع بن خدة أو عفوا بذراع الميزان وقاعة رياضية بأعالي إرجن. كما تفقد الوزير وعاء مخصص لإنشاء مركب رياضي بقلب ولاية تيزي وزو قبل أن يختم زيارته بلقاء مع الجمعية الشبانية بالولاية. زرت إرجن وين دشنت أيضا قاعة متعددة الرياضات تعزت بها هذه المنطقة. أنتم على بالكم هذه المناطق مناطق تاريخية، وهذه المناطق قدمت كثير للجزائر وقدمت كثير للرياضة الجزائرية وفيها مواهب أيضا. إذا كل ما نديروا حاجة زيادة في هذه المناطق ما تكفيش، ولا دائما لازم دائما أكثر وأكثر. لجان الأحياء اللي نحييهم على وقوفهم على الأحياء نتاعهم وعلى انخراطهم في الحياة الجمعوية وفي الحياة اليومية للمواطن. كاين هذيك القطعة الأرضية اللي احنا مدابينا نديروا فيها منشأة رياضية جوارية يستفادوا منها أبناء كل ولاية تيزي وزو. كما كشف وزير الشباب والرياضة بأن الدولة تولي أهمية قصوى لإعادة بعث الأشغال بملعب تيزي وزو. وهذا الملعب اللي للأسف طال أمده وطال إنجازه، وإحنا على كل حال درناه من أولويات المنشآت اللي لازم نسلموها في أقرب وقت ممكن، وسكان تيزي وزو في أمس الحاجة لهذا الملعب. ولازم تعرفوا بلي رانا ملتزمين لإعادة بعث الأشغال في هذا الملعب. وفي هذا الإطار كنا قررنا فسخ العقد مع الشركة المكلفة بالإنجاز. بقاو فقط بعض التفاصيل التقنيه رانا نخدموا عليها حاليا مع السيد الوالي باش نحضروا عن قريب مشروع اطلاق صفقه جديده لاختيار شركه جديده. في خبر